Wow. يس شكو هذا بوفال بوفال تبارك الله عليك اسكت انت حتقوس علينا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله كل اعوذ برب الفلق حاجة أكثر من كده الحمد لله ماما جو ميكسكوز مغرب يلا بسم الله بسم الله لدي بلادي حب الغرام ديالي ابص على ايه مش بينالتي خالص هذا واحد ما قدرش يوصل للجول لا 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 ما خصوش يغلطوا هاد الغلط يا ربي لا لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل ناري تمركا بيت ببرودة غلط كين غلط تما كين شي غلط ناري هذا بس سيتياسيون صعيبة عك عك يا الله الله خرجات أشرف خرجات ما تدابش يا ربي من عندك الفارغ مغرب مغرب إن شاء الله سير عزيز دقيقة عزيز دقيقة يلا خود هالي خود هالي خيبة خيبة هذه خيبة انتم مدربين على دوك البيلانتيات بقيتوا عاصرين على البيلانتيات ماما قلت ماشي لو ماما عندهم الزهر دايما هما تيربحوا يلعبوا الكفار هما ناري على بيسكيدي هياخد الباك كده ويرجع كده ويلعبها ما بينهم اه نو يعني لو قام كده حسبونا ماما كيش حاجه احسن منا بليز شكون هذا اللي كيدير تعليق كيعصب فيا شنو اخر شانس لينا حكيمي الاحلام والاماني ديال المغاربه عندك ربي معاك يا ربي يا ربي لا اله الا الله لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله في كل حال الحمد لله في اي وقت صح كتكذب الله الوطن ملكنا رفلعاني
بونو جهنا. هو ده اللي ربنا قدركوا عليها ضربة جزاء. هادي. نعم. ابو جبل طول منه. اه صلاح راح بيحيي حكيمي. ده المباراة مش معقولة صراحة. واش غنقول ما عندناش الزهر وصافي. والله ما عندنا الزهر. من طنجة لبيرة والله من هنا يشبع نبيل.